أقول أخويا أبو جميلة حيل. شو جميلة حيل؟ ما جميلة حيل خطأ، بنتي اسمها جميلة كثير، أنا اسمي كثير وهي اسمها جميلة كثير. والله عبار المحروسة اسمها جميلة حيل، اللي هي أنا مقابلها 24 ساعة. على العموم يعني هي بدك ساكة كلش، يعني شو سوي بيدي أنا؟ إيه شو كان بدك تقول؟ إحنا شوف قعدة البيت تخنك، فشنو رايك تروح وياي بالسيارة أفرفرك شوية؟ أي شو عليه؟ فكرة حلوة، بس وين بدك تاخدني؟ أكو مطعم جديد بمنطقتنا يابا مو طبيعي. هاي بس لا 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 مطعم وبنرجع، لا لا مش حلوة. عوفة خلي روح بالمنطقة اللي بصفنا، منطق هذا اسم مطعم جديد. مطعم كمان؟ لا يا سيدي لا ما بدي هاي. خلاص روح للمول. بروح المول خلص. بمطاعم طابق فوق طابق. شو مطاعم ما مطاعم؟ شو انتو عندكم بالعراق السياحة بس أكل بس أكل؟ يا أخي شلون سياحة تصير بدون أكل؟ إيه ما قلنا شي يا عمي، ما قلنا شي، بس مو لهالدرجة. ما معقولة بتروحوا على المطعم بتاكلوا وترجعوا للبيت، ما في هيك سياحة. يابا خلص ناكل ونروح نتمشى نشرب شاي. ما شاء الله يعني غيرت بالجدول يا سيدي، مش هيك الحكي. عنا هناك بالشام في جبال واحد بيروح عليها، في حدائق، في متنزهات. عندنا حدائق ومتنزهات خير من الله. حلو كتير، بنروح عليها. كلها تنابر مال لفات واكل، نروح ناكل بيها؟ لا يا سيدي لا، مش هيدي السياحه اللي انا بدي اياها. انا سمعت انه عندكم هون ببغداد في شارع للثقافه وللفن وللادب اسمه شارع المتنبي. الله طبعا انت فد واحد ذواق. خلاص بنروح على المتنبي. بنروح يما ابو كبه. شو كبه ما كبه؟ بقول لك كتب كتب وثقافه وفن، شو كبه يا عبي حجينا؟ ناكل كبه نعبر على ابو الدولمه بالشارع المتنبي للكتب. نشرب شاي بالمتنبي؟ انه بنروح على ابو الشلغم. هي كله بالمتنبي؟ احسن شلغم بالمتنبي يا سيدي. الكتب وينها؟ لك عندنا معارض كتب بس يبيعون بيها كرزات ولفات واكل. لا يا سيدي بلاها الطلعه، فكرتك هي ما خرطت مشت بنوب، خلينا قاعدين هون بالبيت احسن. اي صدق هم على قولتك، هسه تلقى الشوارع غاصه بالازدحامات. اقول ابو جميله كثير شنو عشاكم اليوم؟ حتى بالبيت بتاكلوا كثير؟ حتى بالبيت